وإن ترى السهام ليست تنقسم. هذا يسميه العلماء التصحيح المسائل أو الانكسار. نعم، والانكسار إما على جنس واحد أو على أكثر من جنس، على جنسين فأكثر. نعم. وإن ترى السهام ليست تنقسم. السهام ليست تنقسم، مثاله عندنا زوجة وأربع بنات وثمانية أبناء. المسألة من ثمانية، نكتب ثمانية، واحد للزوجة والباقي بين الأولاد ذكور وإناث. كيف يقسم؟ هذا الذي يذكر. نعم. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما وسن، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانك الزلل. يعني تنظر بين الرؤوس والسهام تنقسم، الحمد لله. مثاله يقول المسألة فيها زوجة و ثلاث أبناء وبنت، عدد الرؤوس سبعة والسهام سبعة، تنقسم الحمد لله. مفهوم؟ إذا تنقسم تنقسم، وإذا لا تنقسم تنظر بين الرؤوس والسهام. ودائما عندنا الرأس هو الأهم، رأسك أهم من السهم، بهذا تفهم إن شاء الله. فتنظر دائما إلى الرؤوس، فإذا كانت الرؤوس ما تنقسم على السهام تنظر. يعني مثاله عدد الرؤوس عندنا مثلا 14 والسهام سبعة، ماذا بينهم؟ اثنين. إذا تضرب المسألة في اثنين، عدد الرؤوس ستة والسهام سبعة لا تنقسم، إذا أيهما أهم؟ الرؤوس. نأخذ الرؤوس، عدد الرؤوس مثلا عدد الرؤوس أربعة والسهام ستة، بينهم قاسم مشترك، أعلى قاسم الاثنين، نقسم الاثنين على الرؤوس، نقسمها على اثنين. مفهوم؟ الذي قلنا في المسألة أربعة على اثنين فيها اثنين، إذا نضرب المسألة في اثنين وعلى هذا. نعم. سن الله عليك. واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحالق. نعم، نضرب هذا في أصل المسألة. نعم. إن كان جنسا واحدا أو أكثر، هذا الانقسام على فريق واحد. الآن قد يأتي عندنا أكثر من فريق، كما ذكرنا هنا مثلا أربع أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وجدتان مثلا، أو هكذا يعني. نعم، ماذا نصنع؟ هذا أكثر من فريق. نعم. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. قال فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء، مناظرة والمناقشة والمجادلة، وهذا الذي تراه اليوم من نشر في تويتر وكذا، اترك هذا الكلام ودع هذا للعلماء. ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، اشتغل بما يعنيك. فو أي نعم.